الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، عليك وعلى أختك الحوراء زينب وعلى أمك الطاهرة فاطمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا يا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تركنن لا تركنن إلى الحياة، إن المصير إلى الممات. فاعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات، واغنى يا أيها الشباب والأحباء، واغنى يا لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات. واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة، إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهداة. جار الزمان عليهم ورماهم بالفادحات، بعض بطيبة والغري قضى، وبعض بالفرات. ضامن تجرعه العدا صاب الردى بالمرهفات. لم أنسه لم أنس إذ ترك المدينة خائفا شر العدات، ونحى العراق بفتية بيض ضراغمة أبايا. كحبيب والليث بن عوسجة حليف المكرمات.
والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفاتي ورث الإباء والعزة من آبائه الصيدل الكماتي ذاك الذي يوم الوغى كأبيه حيدر في الثبات ولقد بناها يوم الطفوف على المنية للفتاة حناؤه ودم نحره والشمع أطرى القناة والسمر ترقص والهلاهل من صهيل الصافنات لهفي على وجناته بدم الوريح مخضبات جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات فخرجنا ربات الحجال من المضارب لاطمات يندبنه لهفي على تلك النساء النادبات ولما وصلت رملة ورأت ولدها تقل يا ابني يا ابني مهنب طيب نومك والله نومك انا عريان ومسلب هدومك هو يا ابني وحر الشمس غير رسومك انا لو تنشرب روحي لسومك اني وين الذي اخذ علومك لابوك الحسن واهلك وقومك إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآيات المباركة تبعث على التربية في المجتمع الإسلامي بحيث ما من حركة يقوم بها الإنسان المؤمن المسلم المؤمن إلا ويكون وفق قاعدة من كتاب الله والقرآن الكريم. بهذا الشكل تبنى الأمة. أما لو كان كل واحد يستعمل آدابا خاصة به وعلى هواه فإن النفس اعلموا إنها أمارة بالسوء. لذا القرآن الكريم أراد أن يجعل منهجا واحدا ومتوازيا بين جميع أفراد وأبناء هذا المجتمع. لذا علينا أن نلتزم بتربية القرآن وقوانين القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه بآدابه وأخلاقه وأمره أن يؤدب الأمة الإسلامية بأخلاقه. ولما وصف لنا آداب النبي صلى الله عليه وآله بين بقوله تعالى للنبي وإنك لعلى خلق عظيم، ولما جاء النبي صلى الله عليه وآله حصرها قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الدين الإسلامي جله بل كله مبني على الأخلاق. حتى المنح العبادي في الإسلام بالتالي منح أخلاقي، يعني الصلاة لما تفكر بها غير أنها تبعثك على التربية الأخلاقية، هي بحد ذاتها الصلاة عمل أخلاقي.
لأنك تصلي للمنعم وتتواصل مع المنعم لأنه أنعم عليك. فمن الأخلاق أن تشكر المنعم، فأنت لما تصلي أنت تشكر رب العالمين عز وجل على النعمة الكبرى التي أولاكها، على أنه أعطاك هذا الوجود وأعطاك هذا الجسد وأعطاك هاتين العينين وأعطاك لسانا وأعطاك شفتين وأنعم عليك بالهداية، فأرسل لك مئات بل آلاف الأنبياء وأرسل لك الأولياء وأنعم عليك بكل النعم، بحيث حتى لو أردنا أن نحصي نعم الله سبحانه وتعالى ليس لنا إلى ذلك سبيل، لا نستطيع أن نعد نعم الله. وإن تحصوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن، لأنه في كل نعمة تندك فيها آلاف النعم، فلا يستطيع الإنسان إحصاء ما أنعم الله عليه. هذا الهواء الذي نتنفسه، هذه الذرات التي نستعملها في خدمة الإنسان، هذا الإنسان وبناؤه الجسدي، حتى قال القرآن: فلينظر الإنسان مما خلق. تتأمل في بنائك، في دمائك، في مركبات كل شيء في هذا البدن من الخلية وما ضمن الخلية، حتى تعرف عظمة الله عز وجل. على الإنسان أن يتأمل ويتفكر في كل ما يحيط به. والله سبحانه وتعالى زرع لك في هذه الطبيعة ما تحتاجه في رحلة الحياة، وأعطاك العقل العظيم حتى تستثمر هذه الموجودات في خدمتك وفي طاعتك. فهذا الإنسان من أعطاه هذا العقل؟ العقل العجيب الغريب المدبر الرائع، من الذي أعطى الإنسان هذا العقل؟ من الذي خلق العقل؟ الله سبحانه وتعالى. ألا يجدر بالإنسان أن يتوجه إلى الله يشكر؟ يقول: الشكر لله على كل ما أولاني وعلى كل ما أعطاني. والجمال الأكبر أن الله سبحانه وتعالى يزيد الإنسان إذا شكر: لئن شكرتم لأزيدنكم، ويجعل ربط دوام النعم بهذا الفعل وهو الشكر. قال: وبالشكر تدوم النعم، لأن النعمة يمكن أن تسلب في أي لحظة. يمكن مثلا، ذاك اليوم كنت أقرأ بعض الأحاديث في كتاب الكافي، من الأحاديث الرائعة التي قرأتها أن الله كيف ينظر إلى العبد ويتعامل مع العبد. الله يتعامل مع العبد أنه وكيلا له، أو أنه وكيل له. يعني الله مثلا يقول: عبادي وكلائي في الأرض، من يريد حاجة ويأتي إلى أحد وكلائي فإن وكيلي يجب عليه أن يلبي، لأنه وكيل الله في الأرض. فرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول الرواية: ما أنعم الله على عبد بنعمة إلا وجعل مؤونة الناس عليه. يعني الله لما ينعم على أحد، خصوصا الأغنياء، خلينا نتكلم معاهم بالمجتمع، إذا أنعم الله على عبد جعل مؤونة الناس عليهم، يعني الله كلما زاد الأغنياء من الأموال والنعم كلما بعث على أبوابهم من المحتاجين. ما أنعم الله على عبد إلا وجعل مؤونة الناس عليه، فإن تحملها زاد الله النعم، لأنك أنت وكيل الله عز وجل في الأرض. المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فمن منع عيالي من مالي أدخلته ناري ولا أبالي، في الحديث القدسي. فالله سبحانه وتعالى يقول: كلما أنعم الله على عبد، يعني النبي، كلما أنعم الله على عبد جعل مؤونة الناس إليه، فإن تحملها زاد الله النعم، وإن لم يتحملها عرض النعمة للزوال. إذن النعمة أحيانا تزول، ويخشى على الإنسان أن تزول النعمة منه. يعني مثلا من نعم الله عليك حوائج الناس إليك، يعني أن الله سبحانه وتعالى واحدة من النعم التي أعطاكها أنه جعل حوائج الناس إليك. فأنت فكر مثلا، بينما أن تكون أنت المحتاج وتطرق أبواب الناس، وأن تكون أنت محل قضاء الحوائج والناس تطرق أبوابك، أيهما أفضل لديك؟ حتما أن تكون أنت المقصد أفضل من أن تكون أنت مشرد تطرق على الأبواب لكي تقضى حوائجك. فمن نعم الله عليك حاجة الناس إليك، فإذا
لم يتحمل هؤلاء الذين أنعم الله عليهم حوائج ومؤونة المجتمع والفقراء، عرضوا النعمة للزوال. فإذا حتى هذا العمل هو من باب شكر المنعم، وهو يندرج تحت المبنى الأخلاقي. إذا الأخلاق ديننا كله مبني على القيم الأخلاقية. فاطمة الزهراء عليها السلام لها مقدمة في خطبتها، أو فقرة من فقرات كلامها يعتبر، خلينا نسميه علل الشرائع، خلينا نسميها التسمية. تقول: وجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. الإيمان أول شيء زكاة للإنسان، لأن لما يطهر الإنسان نفسه من الشرك بالله عز وجل، وأن يجعل لله شريكا، ويذهب إلى الإيمان بالله الواحد عز وجل الذي ليس له شريك، الذي يقول أول كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، وهي الزهراء تقولها: وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها. وتكمل الزهراء عليها السلام: الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته، ليس كمثله شيء، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته، وذرأها بمشيئته، من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها إلا إظهاراً لحكمته وتثبيتاً لقدرته، وإظهاراً وتثبيتاً لحكمه وإظهاراً لقدرته. فجعل الإيمان تطهيراً لكم من الشرك. إذن هذا عطاء من الله، أن يجعل الإيمان بيننا تطهير لنا من أن نكون مشركين بالله والعياذ بالله. التوحيد هو النعمة الكبرى، فجعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. بعد: والصلاة، هاي انتبهوا إلها، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. يعني الإنسان أصلا يجب أن يعرف حدوده. ورحم الله امرئا عرف حده فوقف عنده. الإنسان على ما يتكبر؟ بس أخبروني، ما الذي يدعو الإنسان لأن يتكبر؟ أوله نطفة وآخره جيفة وما بينهما. فعلى ما يتكبر الإنسان؟ على ماذا يلبس رداء الكبرياء؟ رداء الكبرياء والعظمة هو رداء الله، فهل يتجرأ أحد أن ينازع الله سلطانه؟ فالمتكبر هو بموقع الذي يفتح ويشن الحرب على الله عز وجل، لأنه الله هو المتكبر. اقرأوا في أسمائه الحسنى: المتكبر، العزيز، الجبار، يا من الكبرياء والعظمة رداؤه سبحانه وتعالى، لأنه يحق للغني أن يكون كبير وأن يكون متكبر، ويحق أن يكون لباس العظمة والكبرياء رداءه ولباسه. أما أنت أيها الإنسان، على ما ترفع أنفك؟ على ما تتكبر؟ ما الذي يدعوك إلى أن تتكبر؟ إذا الله سبحانه وتعالى سلب عنك العناية لحظة عن نفسك الذي تتنفسه، إذا سلب عنك هذا الأنس بسحبة الهواء إلى الريتين وإخراج ثاني أكسيد الكربون وتنظيف البدن من المواد السامة، بس إذا الله رفع العناية لحظة عنك أيها الإنسان، وين تكبرك؟ وين العجرفة؟ وين العلو؟ وين فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى؟ لما فتح موسى البحر شق البحر بعصاه، وأصبح فرعون في قعر البحر، وموسى أعاد الماء بتلك العصا التي أعطاها الله عز وجل لموسى وجعل فيها كل هذه الأسرار. أعاد موسى الماء. خبروني، فرعون اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الآن ماذا يصنع بأصغر جندي من جنود الله؟ وهو الماء، الماء الذي نراه في كل ساعة وفي كل لحظة وأمام أعيننا. فرعون بعظمته وألوهيته المدعات، وكل جيشه وقوته وتدريبه وماله وذهبه، وكل ما بنى من أهراماته وقصوره وقبوره، أين فرعون؟ أمام جندي صغير انتهى، لا قيمة له.
لأنه من لبس ثوب الكبرياء والعظمة، الله أكبر. اقرأوا تاريخ النمرود، بنوا له سببا عاليا، بنوا له سبيل، يعني بناء مرتفع حتى يصعد عليه ويحارب رب إبراهيم. أو طلع وأخذ جيوش وأرسل إليهم الله سبحانه وتعالى بعض البعوض، الجيش كل نهار ببعوض أرسله الله عز وجل، برغش بعوض هاي صغيرة، مخلوق صغير جدا أرسله الله إلى الجيش، وقعوا جميعا، ودخلت واحدة في أنف النمرود، كان لا يهدأ حتى يضرب بالنعال على رأسه يوميا حتى يهدأ من هذا الصداع. من يتكبر أمام هذه العظمة الإلهية؟ فلذا الزهراء قالت مدرسة الصلاة في الإسلام هي مدرسة التواضع، وجعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر، حتى لا يتكبر الإنسان. إذا وضعت هذه الجبهة، ليش السجود على التراب؟ ليش الله أمرنا أن نسجد على التراب؟ لا يجوز السجود على غير الأرض ومشتقاتها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني كل شيء من الأرض يسجد عليه. لماذا على الأرض؟ لماذا الله سبحانه وتعالى لا يسمح لنا أن نسجد مثلا على الصوف؟ لماذا لا يسمح لنا أن نسجد مثلا على الذهب وعلى الفضة؟ أبدا، قال على التراب، حتى ناصية الإنسان التي تشكل عنفوان الإنسان وقيمة الإنسان تتذلل بين يدي الله، تعفر بالتراب تذللا بين يدي الله. هذا هو المعنى، هكذا نسجد على التراب تذللا بين يدي الله. فالإنسان المصلي يجب أن يبعثه هذه الصلاة، تبعثه على التواضع بين إخوانه. قبل أيام ما طرحنا آية هنا، فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قلنا ماذا قلنا؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين كلام آخر، لكن أذلة على المؤمنين. الإنسان المؤمن يجب أن يكون متواضع لكل حواريه، لكل أصحابه، لكل إخوانه، لكل الناس، أن يكون مثالا للتواضع. هاي التربية الإسلامية، وإلا التربية الإسلامية أنك تصلي مثلا تتكبر على الناس، أو أنك تصلي وتغلق بابك عن الناس، أو أن تهجر هذا المجتمع، أو أن تضرب صومعة في أعالي الجبال وتتعبد بها وتترك المجتمع، لا يصح. إذن الزهراء قالت جعل الله الصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، وهذا من أروع ما يكون من التعابير، أنها قالت والزكاة تزكية للنفس. الزكاة يعني الصدقات الواجبة والمستحبة على حد سواء، نفس الصدقات تزكية للنفس، هذه النفس تنضرب، هذه النفس تتسخ أحيانا، تحتاج إلى تطهير، تحتاج إلى غسول. ما الذي يغسل النفس؟ إذا اتسخ بدن الإنسان يقف تحت الماء ويغتسل، لكن إذا اتسخت نفس الإنسان ما الذي يزكيها؟ الزهراء قالت جعل الزكاة تزكية للنفس. شوف هالعمق، ما علاقة الصدقة بتطهير النفس؟ ما علاقة قضاء حوائج الآخرين وأطعام الفقراء وقضاء حوائج المحتاجين وإغاثة الملهوفين بهذه النفس؟ هاي النفس تعمر، ولذا أهل البيت كان هذا دأبهم. هل كانوا يكنزون الذهب والفضة؟ هل كانوا يكنزون القناطير المقنطرة من الأموال؟ هل كانوا فقراء أهل البيت؟ لا والله، كان عندهم أموال. الزهراء عليها السلام كان عندها 7 ضياع اسمها العوالي، وكان عندها أرض فدك التي غصبوها من فاطمة الزهراء، فدك و7 العوالي كان إنتاجها ميزانية دولة. شوف اليوم ما نستطيع أن نشبه بالدولة اللبنانية لأنها منهارة اقتصاديا، ميزانية دولة كانت. كان أمير المؤمنين إذا وصل إليه خراج 7 ضياع العوالي وفدك، يقف على باب بيته وينادي مناد له وصلت إيرادات فدك، وهذا بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله. فيجتمع الناس عند علي وفاطمة يقسم ميزانية كبرى على الناس والفقراء والمحتاجين، ويعود إلى الدار
صفر اليدين، لا يمتلك درهما ولا دينارا، وكان يعيش حياة التواضع مع قدرته على بناء القصور ومع قدرته على كل شيء. كان يعيش علي بن أبي طالب حياة التواضع في بيت متواضع يصفه شاعر من الشعراء، يقول: وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه فيه الحصير إلى جنبه جرة توضع، وأخرى بها من جريد النخيل، سرير قوائمه ترفع، وآنية الطين وهي الكؤوس، وفي كف مالكها تصنع، وتلك رحا مجلت راحة بطحن الشعير بها تسرع. الشيخ الوائلي رحمة الله عليه لما يصف علي بن أبي طالب يصفه بوصف واقعا ما جاء أحد بمثله. يقول للإمام علي: غالى يسار واستخف يمين، بك يا لكنهك لا يكاد يبين، تشفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين، فرأيت أن أرويك محض رواية للناس لا صور ولا تلوين، فلأنت أروع إذ تكون مجردا، ولقد يضر برائع تثمين، ولقد يضيق الشكل عن مضمونه ويضيع داخل شكله المضمون، إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا، فعندك للعطاش معين، وأغض من طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأسهن متين، وأراك أكبر من حديث خلاف يستامها مروان أو هارون، لك في النفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين، فدع المعاول تزبئر قساوة وضراوة، إن البناء متين، أأبى تراب وللتراب تفاخر إن كان من أمشاجه لك طين، والناس من هذا التراب وكلهم في أصله حمأ به مسنون، لكن من هذا التراب حوافر ومن التراب حواجب وعيون، لئن استطال بك التراب فعاذر، فلأنت من هذا التراب جبين، ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت فالجذر ليس يموت وهو دفين، لكنه ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون، أأبى الحسين وتلك أروع كنية وكلاكما في الرائعات قمين. فهذه البيوت، أحسنت، لبيك يا علي، أحسنت، بارك الله بكم. إذن أمير المؤمنين لم يكن فقيرا، لكن كان كل أموالهم تذهب إلى الفقراء والمحتاجين، هذا معنى وجعل الزكاة تزكية للنفس. وبعد عندنا لقطة: تزكية للنفس ونماء في الرزق، يعني يزيد الله الرزق بالصدقات. الله سبحانه وتعالى يمحق الربا. اسمعوا اسمعوا، احنا المشكلة اللي أصابتنا في هذا البلد أن كل الناس جروها إلى الربا في البنوك، أخذوهم إلى الربا، أكثر الناس صارت تشرع لنفسها الربا وتذهب إلى البنوك، حتى وقعنا بهذا البلاء والفساد والسرقات واللصوص، مو كله بلاء على بعضه البعض. الله سبحانه وتعالى يعبر أنه يمحق الربا ولكن يربي الصدقات. هاي ما سامعينها، يربي يربي الصدقات، الصدقة يربوها الله عز وجل. يعني عندنا حديث يقول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من افتقر فليتجر الله بالصدقة. شوف لك الحديث، إذا تقول لي أنا فقير، أقول النبي يقول: إذا أنت فقير ومستك الحاجة، بعد معك نص درهم، بعد معك نص دينار، بعد معك شيء يسير، قال: نعم عندي والله شيء لا يساوي شيء، لا قيمة له في المحلات وفي الدكاكين،
يقول اتجر الله بالصدقة، تاجر مع الله بهذا القليل الباقي، تاجر به صدقة، ادفعه صدقة في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. شوف هذا تعبيرات القرآن الكريم. احنا أخذنا بالمناهج الوضعية في هذه الدنيا، صرنا نأخذ مناهجنا الحياتية من شبكات التواصل الاجتماعي ومما يبثه الغرب في بلادنا ومجتمعنا، تعاليم القرآن. ألا نقرأ القرآن في ليالي شهر رمضان؟ ألا نمر على القرآن عادة في أيامنا؟ تعاليم القرآن كلها وعود إلهية لله عز وجل يعد بها بني البشر. أخائف أنت أيها المؤمن؟ الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إسا المشكلة كيف أصبح من أولياء الله؟ يعني أتولى الله عز وجل ويتولاني الله عز وجل، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثلاً عندنا آية بالقرآن الكريم واضحة وضوح الشمس، ومن يتق الله، يتقي، شوف هذه الكلمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هاي وعود إلهية، هاي وعود إلهية في الأرض، حتى يكون المجتمع الإنساني يعرف إلى أين يمضي وأين يتجه، مو أن يؤخذ بالدعايات الأجنبية. الزهراء تقول وجعل الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. نماء، نماء. أهالينا وأجدادنا في قراهم كانوا إذا زرعوا موسما من المواسم وحصدوا مثلا من مواسمهم يجعلون قسما منه للزكاة الواجبة وقسما منه صدقات للفقراء، وفي كل عام يربي الله عز وجل صدقاتهم ويربي أموالهم. المجتمع اليوم في مكان آخر، أخذ بعالم الاقتصاد المادي والنظرية الرأسمالية التي فيها ألوان الجشع والطمع، والغاية تبرر أي وسيلة من الوسائل، حتى لو جبت بأموالك بالقمار وبالحرام وبالسرقة وبالحيلة وبالخداع وبالمكر وبالرشوة، فلا بد للمجتمع أن يقع إذا مشى في هذا المسلك. لكن إذا عاد المجتمع إلى تعاليم الله عز وجل في الأرض، تأكدوا أن الله يكشف البلاء. إذا رجع الإنسان إلى الله يكشف الله البلاء. إجا واحد للإمام الصادق في زمن من أزمنة، من أزمنته أصاب الأمة وباء. كيف وباء الكورونا اللي أصاب العالم اليوم؟ وباء من هالأوبئة، طاعون أو شيء أصاب الأمة. فسأل الإمام الصادق قال سيدي أيطول هذا البلاء؟ متى يرفع الله البلاء عنا؟ الإمام الصادق التفت له قال إذا ألهم الناس الدعاء يرتفع البلاء. إذا ألهم الناس الدعاء، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنا قريب، لكن من المتوجه إلى الله؟ أنا موجود، لكن من الذي توجه وقال يا الله أنا حاضر أنا قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وأحب أن يدعوني عبدي. أنا موجود لكن عبدي وين رايح؟ في حديث وارد في الكافي عن الإمام الصادق أتصور يذكره لبعض أصحابه عن الله عز وجل أن الله يخاطب العبد يقول أبخيل أنا حتى ما لا تسألني؟ يعني الله يقول للعبد أنت تصورني أنا بخيل أنك لم تأتي إلي وتسألني؟ سألتني مرة من المرات مثلا وكنت خالصا ومنقطعا إلي، لم تجعل إلى جانبي شريك معي في حاجتك وما أعنتك تذهب إلى غيري. يعني كلام الله سبحانه وتعالى يا أحبة، الله يحب عباده، يحب خلقه، هو خلقهم ليرحمهم لا ليعذبهم. لكن شو تسوي بالذين استحوذ الشيطان على قلوبهم؟ إذن القرآن الكريم يبين لك أنك انطلق من منظار علم ومن منظار معرفة، ولا تدخل في أماكن ليس لك بها علم ولا تعرف أبعادها، ولا تقف ما ليس لك به علم،
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يوم القيامة راح يسألك الله عز وجل عن هذه الأذن، هل ملأتها بالخير وذكر الله عز وجل وما يرضي الله وقراءة القرآن، مثلا استمعت إلى القرآن واستمعت إلى المحاضرات الخيرة وإلى الكلام الذي يرضي الله عز وجل، أم شغلت هذه الأذن بالغناء والكفر والكلام البذيء الذي يخرج الإنسان عن طوره وطبيعته؟ بماذا استعملتها؟ أم عينك هذه بماذا استعملتها؟ أم فؤادك هذا ماذا يتضمن من اعتقاد؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. هذا القلب يجب أن يتصفى. نحن في مدرسة عاشوراء وفي مجالس الحسين، هاي وصلنا إلى الليلة الثامنة ببركات سيد الشهداء أبي عبد الله، ويمكن صارت 9 ليالي لأننا ابتدأنا من يوم الجمعة كليلة افتتاح لهذا المجلس. هاي ليالي 9 ونحن نحضر في مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونحن نتزود من بركات ومبادئ أبي عبد الله الحسين. يجب أن نخرج من عاشوراء ونحن نحمل معنا ما يغير هذه النفس باتجاه الأرقى وباتجاه الأحسن وباتجاه الأجمل. هذه الليلة المباركة عقدت على اسم بطل من أبطال كربلاء، شجاعا من شجعان بني هاشم، فتى من الفتيان، وغلاما هاشميا عربيا قويا، بطلا ضرغاما، اسمه القاسم، عمره 12 سنة أو 13 سنة، اسمه القاسم ابن الحسن المجتبى. هذا الغلام في كربلاء أستاذا لكل أحرار العالم وثوار العالم ونهضة العالم، فليأخذوا منه دروسا وعبر أن الذي ينتمي إلى نهضة وإلى قيامة وإلى دين يجب أن يحمل مبادئ دينه حتى لو كان صغيرا بالعمر. لذا لما برز القاسم أعطى أنشودته للعالم حتى يتعلم العالم بأسره هذه الأنشودة العظمى: إن تنكروني فأنا نجد الحسن، إن تنكروني أنا نجد الحسن. نزل فارس بطل يقول: إن تنكروني إذا ما عرفتموني من أنا فاعلموا أني نجل الحسن. ألا تعرفون من الحسن؟ الذي قال عنه نبيكم المصطفى: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. إن تنكروني فأنا نجل الحسن. ألا تعرفون الحسن من هو؟ صبط النبي المصطفى والمؤتمن. ثم يقول لهم: يعني أنا من هذا النسل الطاهر، يعني أنا أمثل رسول الله وأنا أهجم عليكم وأقاتلكم، يعني من هنا نفصل المعركة بين الإيمان والكفر، لأننا أهل بيت رسول الله، فمن يقف بوجه أهل بيت رسول الله معنى ذلك يقف بوجه الحق. هذا حسين، أتعرفون من هذا الواقف أمامكم الذي يناديكم ويلقي الحجة عليكم مرات ومرات؟ هذا حسين كالأسير المرتهن. أيجوز أن يكون من كان يلثمه رسول الله صلى الله عليه وآله ويحمله على صدره ويصعد به المنبر ويركبه على ظهره في الصلاة الحسين الذي يقول عنه رسول الله: الحسنان ريحانتاي من الدنيا، والذي يقول عنه: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، أو أحب الله من أحب حسينا. بالله عليكم، الحسين يصبح ويمسي بينكم كالأسير، لا ناصر له لا معين، تقطعون عنه قطرة الماء. الحسين من ليلة أمس ما شرب ماء حتى أصبح لسانه وشفتاه كالخشبة. أي دين أنتم؟ أحرار أنتم، أعراب أنتم، مسلمون أنتم، حتى لو كفار، أين مبادئكم؟ أين مبادئ العرب؟ أين مبادئ الجاهلية على الأقل؟ هذا الغلام اليافع الفاهم كل تفاصيل الحياة نزل يعطيهم درس: إن تنكروني أنا فإني نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس دعا عليهم لا سقوا صوب المزن، يعني لا أمطرت عليهم السماء، لا نزلت عليهم الرحمات والخيرات من السماء، لأن الذي يقطع ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله
هؤلاء لا يستحقون أن يشربوا خيرات السماء وخيرات الأرض. فهذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. إن القاسم بن الحسن علم الدنيا كيف تكون البطولة والشهامة والإباء، ولذا كان طفلا مع أبيه الحسن. وكان الحسن عليه السلام يعالج سكرات الموت لما أوصى القاسم بوصيته في كربلاء، ربط على عضده عوذة وقال: بني قاسم، إذا مر عليك يوم شديد فيه هم وغم افتح هذه العوذة واعمل بها. يقول: يوم العاشر من كربلاء سمع الحسين ينادي: هل من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ يقول: فجاء القاسم إلى عمه: لبيك يا عماه، نور عيني يا عماه. الحسين لما نظر إليه قال: أنت وديعة أخي الحسن. اعتنقه وبكى وشمه وبكى يا ساعة، ثم قال: ولدي عد إلى الخيمة، أنت وديعة أخي ويجب أن أحفظك. رجع القاسم بأمر من الحسين، لكن هموم الدنيا فوق رأسه، تذكر وصية أبيه، أخذ العوذة فتحها، وإذا هي وصية من الإمام الحسن: بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معينا، فلا تقصر عن نصرته يا نور عيني. أقبل القاسم نحو أبي نحو عمه الحسين ينادي: يا عماه، هذه وصية أبي الحسن، يقول فيها: إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر عن نصرته. الله أكبر. لما رأى الحسين الوصية أخذها وصار يقبلها ويبكي، وضم الحسن القاسم إلى صدره وقال: بني قاسم، تعال معي إلى خيمة النساء. أخذه إلى الخيمة، اجتمعنا النسوة: زينب، سكينة، رملة، ليلى، باقي النساء حول القاسم. ونادى الحسين: يا رملة، هل عند القاسم ثياب جديدة؟ قالت: لا يا سيدي. فنادى: يا أخي يا زينب، إلي بصندوق أخي الحسن. جاءته بصندوق الحسن، الله أكبر، فتحه الإمام الحسين، أخرج عمامة الحسن وجبة الحسن وسيف أخيه الحسن وألبسها للقاسم. فلما نظرن بنات رسول الله إلى ثياب الحسن على القاسم صحنا وحسنا وإماما. يلا يا زينب ودعوا القاسم. هذه تعلقت به، هذه تحتضن القاسم، هذه تشم القاسم. والله لزمة تركا بس كينا وعمت بحلقة شمة، ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أمه: هل وقيت حالك لعمك ضمه؟ هل وقت انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني؟ وقالي هز الرمح وتكنى: يا والده تشجعيني، انت وعمتي زينب لما اغير نخوني. موصية تسمعين لفظ جوابي: شبان لو شفتهم بالله اذكر شبابي. محروم انا يا والدة منك دون كل اصحابي، محروم انا يا والدة، عطشان انا يا والدة، عند الشرب ذكريني. وهكذا انطلق القاسم مع عمه الحسين إلى المعركة. يقول حميد بن مسلم: طلع علينا غلام وجهه كفلقة قمر طالع. الله أكبر. يقول: فإذا
بعمر بن سعد ابن نفيل الازدي الى جانبي، قال لي: انظر الى هذا الغلام ما احلاه. قلت: نعم. قال: والله لأشدن عليه واثقلن به امه واباه. قلت: ويلك، اما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب؟ قلت: والله لأفعلن بينما هو كذلك والقاسم يقاتل قتالا عنيفا. واذا بالقاسم انقطع شسع نعله فاهوى من على فرسه ليصلح شسع نعله، واذا باللعين الازدي هوى بالسيف على راس القاسم. اجركم الله، اي رحم الله من نادى وقى وهوى من على جواده الى الارض، وينادي من على الارض: عم يا حسين عليك من السلام. فلما سمع الحسين ما تحمل أقبل على فرسه كالسيف كالليث المغضب، وشد شدة الليث المغضب حتى وصل إلى مصرع القاسم. نزل من على جواده وجده يفحص الأرض بيديه ورجله والدماء تنبعث من رأسه. احتضنه الحسين إلى صدره وصار ينادي: بني قاسم، يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك شيئا، بعدا لقوم قتلوك وما عرفوك. وإذا بالقاسم فيه رمق من الحياة، نظر إلى عمه الحسين وقال: يا عما، أوصيك بأمي رملا خيرا، فإنها أصبحت غريبة وحيدة. أي رحم الله من نادى وقاصم. بينما القاسم على هذه الحالة والحسين يبكي عنده، وإذا به نظر إلى عمه نظرة الوداع ومد القاسم رجله. ساعد الله قلب الحسين، غلام لم يبلغ الحلم، مد القاسم رجله ومد يده وأغمض عيناه وفاضت روحه الطاهرة. جعل الحسين ينادي: وقاسما وابن أخايا وحبيبا. حمله الحسين على صدره ومشى به نحو المخيم ليضعه في خيمة الشهداء، وكانت رجلا القاسم تخطان في الأرض خطا. وهذا ليس من طول القاسم، إنما من انحناء ظهر أبي عبد الله. يا باوما ما بين خوته وقاف عيدهم يا ويلي وهم موتا، وبس ما سمع عن النسوان صوتا، قامت عمي تصيح الله أكبر. وضعه إلى جنب جسد ولده علي الأكبر ونام بينهما، وصار ينادي: يا علي، يا قاسم، يا بني هاشم، لمن تركتم الحسين وحيدا غريبا؟ لما علمت رملا جاءت تحث التراب على رأسها وقامت تبحث أين جسد ولدها. يلا يا أمهات، يلا يا أخوات، هاي الليلة والله وين الفاقد الشبان وين الضايق اللوعة؟ يعني الامرأة اللي فاقدة ابن تعرف هذا الموقف. يقول له: وين الفاقد الشبان وين الضايج اللوعة؟ هاي مجاسم العريس بالعريس مفجوعة. وين الفاقد
فاقد الشبان خلي وياي تتعنى لمجاسم نريد نروح نساعدها على الونة ونطب الحوفة العريس ونجيم بحوفة حنة وننشد على الولد وتقول يا شمامة المنسبة يا هرش القبض مقطوعة تقول لك يا نم الشباب تجول قمنا نجول وياها أم وفاقدة على النوح ما يحتاج ننخاها لقينا شمعة العريس مطفية وعلقناها وشدينا للطم والنوح بحسرة والقلب مجروح ومن شفنا الولد مطروح وشفنا جثة العريس اسهامونا بالمزروعة والله بين اللطم والصايح وبين الآه والحسرة اجتهن عمة العريس زينب شابشة العشرة لقت شمع العرس ضاوي صاحت لا جنب عبرة شنه العرس ويا البين احنا وعرس جاسم وين لا يسمع اخويا حسين او من يسمع يجيب همه ويطفي الشمع بدموعه لكن ادخلوها على تلك الخيمه جلست رات ولدها الشاب مضرج في تلك الخيمه نظرت اليه تقول له يا ابني تمنيت ان تكبر واقيم عرسك تقول له يا ابني بيدي عليك شمعتك يلا شباب الشموع الإضاءة اليوم بيدي عليك شمعتك بيدي عليك شمعتك يا ابني واعجن حنتك بيدي عليك شمعتك يا ابني واعجن حنتك يما ما احلى زفتك تجتمع فيها الشباب عجنتوا حنا للقاسم او ما عجنتوا يلا هاي ام القاسم تخاطبه تقول له وصفه نايم عثرة قطعي ودمك جرى وعرسك بطف كربلاء ويلي ويلي على المصاب وبعد بعد ماذا تقول رملا تقول له روحي عمري راح بروحتك وقلبي ذاب لشوفتك يا ابني شنه وصيتك رد لي يا الغالي جواب شنو الوصية يا الغالي يا ابني شنه وصيتك رد لي يا الغالي جواب شنو وصية القاسم يا شباب كلكم حافظين الوصية وصية هذا الشاب لأمه يقلها يما ذكريني من تبر زفة شباب من العرس محروم وحبت دم المصاب شمعة شباب وبهالشهادة صار لي قسمة والجفن دار التراب
يزهون والله حسافة حسافة على
قبرينا اخرجوها من كربلاء وهي طالعه تودع تودع ابنها. سامع ام ابنها 12 سنه على الارض بلا راس مسلوب الرداء، قل الله وياك الله وياك الله وياك الله وياك يا ولدي الله وياك طول الدهر الله وياك الله وياك الله أكبر زفوا الولد زفوا عاهدناك عاهدناك يلي الجال وصافى الأملاك
شباب يا لو شفتك على الغابه يا رمله لو شفتك على الغابه من ضربه العين ها مصلحه امره ضربه العين ها مصلحه امره من أصل الرمضة من شدة أرى وينادي يا عمي دم مواطعة وينادي يا عمي دم الوفا مواطعة شاب أثر شام دم أثر شمعة بأثر خيرة الشبان قمون المجسمة وانزف الخيمة تجيهم خيرة الشبان قمون المجسمة وانزف الخيمة بل تجيهم لنفذاني بصوت يا ولدي بصوت يا ولدي وضم زهرة دنيني بهالنومة تتهنى ضويت لك شامعة وأعجن لك حنة ضويت شامعة وأعجن لك حنة قلب أمك ينادي ويريدك الوداع ويريدك الوداع شمعة بأثر دمعة دمعة بأثر دمعة شمع الأظهر شمع نعم الأظهر في أم لو جبت عند وشرب عليه وأنا يا أهل الدين هنا وعندنا لو شمع الأظهر شمع في غم لو جبت عندا وتشرب عليه وأنا غم لو جبت عندا وتشرب عليه وأنا يا طهرة الزيني فنوع للهنة يا طهرة الزيني فنوع للهنة وضعت إلى الشمعة وأحجم إلى الحنة شمع الأظهر شمع الأظهر اسمعني يا يما 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 يا يا يوم يا ترى راحوا من حاشر يا يوم يا ترى راحوا من حاشر ويصبح العطار يلنا ناري ويصبح السوق
البعيد منه هو الذي مني قريب. يا حسين
أيها المكروه الله المكروه.